بدايتي باسم الكريم الرازق الرب الرحيم سبحانه الفرد العظيم عالم بما وسط الصدر من بعدها حان القصيد والله يدبر ما يريد ونحاول نجيب الجديد ننقام نرسل الشعر بدايتي باسم الكريم الرازق الرب الرحيم سبحانه الفرد العظيم عالم بما وسط الصدر من بعدها حان القصيد والله يدبر ما يريد ونحاول نجيب الجديد نقام نزل الشعر في محفل طوال الشبور رجال ما فيهم قصور وحزام لا يمكن يضر والنعم يا نبع الفخر هذا ابراهيم الشجاع طيبه معالج واد شاع وفي ولف المجد ضاع بهد هدت الصقر كريم من بيت الكرم طيب تعلب القمم واليا ذكر قال او نعم مطروخ ما يرجع شبر الله يعز الطيبين اللي على تقوى ودين يا الله الله حاضرين تشهد لهم كل البشر قومت بسحي الرجال مرويت حتى السلال وافعالهم مضرب مثال تقدم على الموت الحمار اسم الدفيس ما يهان معروف من مضى الزمان يفزع للثار الجب خان مخصمهم وسط القبر مبروك للمعرس نقول سلطان يا نسل الزحول لك بين خلق الله ذبل عسى الفرح طول العمر واخوانك بجنبك حزاها شاوس بوقت الزحام والروس قوم ما تضى مهل المعزة والسطر نسبت مزبن الدخيل الشام خشة ما نصير وحقق اللي مستحيل ضرغام للشان وقدر فرج من أطول العمر وقولها لك باختصار صيت وصل كل الديار زيت ومراية معتبر من عزوة حبيش أنزها هم طوعت رؤوس العصا والفعل ما يلحق متى محزن نشد بها الظهر باسم الكرام أهل الصفا يا مرحبا بالليل فات الحب من طيب ووفا نقولها للي حضر واختامها عندي طلب أغلى من كنوز الذهب صلوا على خير العرب شفعنا يوم الحشر والإتقان في العمل والمواعيد.